السلام عليكم متابعينا الاعزاء، صفحة الميكر اوتو لتجارة السيارات. صباحكم خير، ان شاء الله الكل بتمام. اليوم موضوعنا عن الكابتيفا 2022 بريمير السبعة راكب. السيارة عائلية، الماكينة 1.5 اربعة سلندر، الفئة SUV. مثل ما جاي تشوفون مقدمة السيارة تجي مطعمة بالكروم، الـ LED بالسيارة كلش حلوة. عندنا 2 حساسات أمامية. نذكر بالعنوان، أربيل تقاطع مخمور قرب معمل البيبسي. شباب، السيارة سعرها 2022 ورقة، يعني دفترين 20 ورقة. هاي شكل السيارة من الخلف، أربع حساسات، علامة الكابتيفا، بصمة الشيفروليت، الفئة بريمير أعلى فئة تجي، LED باك لايت. عندنا الماسح الخلفية والترايش الرياضية. عندنا الحاملة همنا تجي بالسقف. مقاس الويلات 17. خلينا نشوف السيارة من الخلف. بسم الله، السيارة سبعة راكب، مريحة جدا للعوائل، بسعر كلش مناسب. عندك المعدات اللي تجي وياها، هذا هي. تحكم بالجنطة يدوي مو كهربائي. اليدات تجي مطعمة بالكروم. حافية الباب، السيارة داير مدار الباب يجي من الكروم، والإشارة بالمري. شوف السيارة من الخلف، تشوة الباب تجي جلد، اليدات من الداخل تجي من الكروم المطفي، الكوشنات تجي قماش كلش جميلة ومريحة. عندنا التشوة هاي بحامل تكواب، وعندك التبريد هنا تتحكم بيها من الخلف، الإضاءة. السيارة من جانب السكن هاي شكلها. الشكمجة والكتيبات، خلينا نشوف السيارة من جهة السائق. نذكر بالعنوان، شركة نويكار أوتو لتجارة السيارات، العنوان أربيل تقاطع مخمور قرب شركة البيبسي. شباب، شيفروليت كابتيفا بريمير 2022، السعر دفترينو 20 ورقة. وهاي العداد مات البنزين جاية ممتازة 13.4، نوع البنزين 95. السيارة تجي فتح ذكي، نظام فتح ذكي بالبصمة. يعني عندنا جهة السائق، تحكم بالشبابيك. عندنا مال السائق اوتو، اليدات من الكروم، تحكم بالمراية، تقفيل وتفتيح المري الذكي.
عندنا تحكم الإضاءة الخارجية، تحكم الإضاءة الداخلية مالت السيارة، الشاشة، شاشة مالت العداد تجي كبيرة مو مثل فئات الأخ. عندك الـ LS والـ LT يجي الشاشة أصغر. تحكم بالإضاءة، خلينا نطفيها هاي. اي تحكم بالستيرن جانبين، جانب تحكم تعديل سرعة وال يعني أوامر الداخلية مالت الدشبول. عندنا تحكم بالأوامر الصوتية والتليفونات، تحكم بالفرج الأمامية والخلفية. الشاشة عندنا تجي شاشة كبيرة، والجير أوتوماتيك مثل ما جاي نشوف. الجير أوتوماتيك، عندنا البريك أوتوماتيك بالبصمة. هذه جاك موتشيل صغيرة، وهذا الضوء. عندنا هذه جوية الضوء LED مع المري، والسيارة أكيد تجي سلايد. شباب أي أحد يريد يستفسر أو يطلب السيارة، الرجاء التواصل عبر الأرقام المكتوبة على البوست أو على الشركة مال الفيسبوك مالت الشركة، شركة نويكار أوتو لتجارة السيارات. كملنا، أي أحد حاب يستفسر رجاء الاتصال على الرقم التالي. صفحة وشركة نويكار أوتو لتجارة السيارات. أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله، مع السلامة.